يقول: أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة. توفي رجل وخلف زوجته وأمه وابنتين، وله من الإخوة 12 أخا وأختا واحدة وأخت واحدة، فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟ يكون للأم السدس، وللزوجة الثمن، نعم. وللبنتين الثلثان، فتكون المسألة من 24، للزوجة منها 3 وثلاثة أسهم الثمن. الثمن، وللأم السدس 4 أسهم، وللبنتين الثلثان 16 سهما لكل واحدة 8، يبقى 1 للإخوة. إن كانوا كلهم أشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخوة مع أختهم نعم. الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم لأب فكذلك يكون لهم مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالباقي يكون خاصا بالأشقاء، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء. نعم. نعم إذن على هذا تقسم تركته إلى 24 قسما. نعم تأخذ الزوجة ثمنها 3 أقسام، نعم والأم سدسها 4، والثلثان 16 قسما للبنتين. يبقى 1 للإخوة إذا كانوا إخوة أشقاء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. على نعم كل حال بالجملة للزوجة الثمن، نعم وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي ثلث الثمن نعم للإخوة مع أختهم إن كانوا أشقاء أو كانوا لأب، ذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فهي للأشقاء خاصة دون إخوة لأب. نعم الإخوة الأب ليس لهم شيء. مع الأشقاء. نعم أحسن الله إليكم.